أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة من الآن والتي نستعرض فيها تطورات الأوضاع فيما يخص ملف كورونا، حيث أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 1,700,000 حالة. لا تزال أوروبا هي المنطقة التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة بواقع 21 مليون و600,000 حالة، تليها أمريكا الشمالية بعدد 17 مليون مصاب و900,000 حالة، وأمريكا اللاتينية ب 14 مليون و500,000 مصاب، وآسيا ب 13 مليون مصاب. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر سكايب من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية شرق أوسطية. دكتور فؤاد، بداية أرحب بك إلى هذه الجولة من الآن. خبر جديد ربما يثير الجدل اليوم فيما يخص ملف كورونا، وسلالة جديدة من كوفيد-19 تهدد بريطانيا، ما أهم خواص هذه السلالة التي تم الإعلان عنها دكتور فؤاد؟ تحياتي للجميع. بالنسبة لهاي النسخة الجديدة، زي ما احنا وضحنا في السابق انه الفيروس تغير 22 مرة، وهاي اول مرة في بريطانيا يذكرون عن هاي النسخة الجديدة، وفي دول ثانية في هاي الايام ذكرت في نسخة جديدة مثل افريقيا الجنوبية. و ما هي صفة هذه النسخة؟ هي أكثر انتشار وليس أكثر خطر بالنسبة للأعراض الجانبية. وإحنا ذكرنا في شهر 9 على تلفزيون إكسترا نيوز إنه الفيروس تغير وصار أقوى ب 13 مرة من بالنسبة للانتشار. الأعراض غير خطيرة، وإحنا بنلاحظ في هذه المرحلة اللي بدت في بداية اللقاحات، نعم، هي المرحلة الخامسة للموج الكبير الموج الأولى، إنه عدد المصابين يزداد لأنه عدد المسحات تزداد، عدد المصابين يزداد لأنه ينتشر بين الشباب. اليوم معدل المصابين في إيطاليا وفي أوروبا 45 سنة تقريبا، في عنا نسبة عالية كتير من المصابين بدون أعراض، في عنا نسبة كبيرة من المصابين موجودين في البيوت ويتعالجون في البيوت. ما هي الأسباب إنه عدد اللي بتوفوا كبير خصوصا في أوروبا وفي إيطاليا؟ إيطاليا في هاي الأيام سجلت أكبر عدد مصابين اللي توفوا في أوروبا، في نفس الوقت أكبر أزيد دولة فيها نسبة توفي بالنسبة لعدد السكان هي إيطاليا في العالم، وهذا يشير إلى القلق بالنسبة للحكومة الإيطالية وأوروبا نفسها اللي هي القارة العجوز. ليش؟ لأنه في عنا عدد كبير من المسنين، في عنا عدد كبير من المسنين مع أمراض معدية، في عنا عدد كبير من المسنين أزيد من 80 سنة، وفي إيطاليا وفي أوروبا خصوصا في إيطاليا في عندهم العادة كثير من المسنين موجودين مع أحفادهم ومع أهلهم، عشان هيك يتم انتشار كبير بين الشباب من الشباب إلى المسنين. طيب دكتور فؤاد، أسألك في طرح طبي آخر. مؤخرا تم تفسير أن بعض المتعافين من فيروس كورونا حين يقومون بمسحات يعني أخرى تظهر مرتين على الأقل إيجابية حتى بعد تعافيهم. بعض الأطباء في الولايات المتحدة رجحوا أن يكون السبب في ذلك ربما هو تحور الفيروس وقدرته مؤخرا على الاندماج في الجينوم البشري. ما مدى يعني صحة هذا الطرح؟ وهل بات فيروس كورونا
قادر على دمج حمضه الريبوزي مع الحمض النووي البشري؟ نعم، أنا بالنسبة لهذا التحليل الطبي يعني متفق معه في نقطتين. أول شيء، كثير من الأشخاص اللي تعافوا مثلا وبنعمل لهم مسحات موجودين عندهم فيروس، أولا بتعلق في كمية وقوة الفيروس اللي دخلت في الشخص نفسه، لأنه شخص يختلف عن شخص. كل ما كانت كمية الفيروس متركزة كبيرة بالأنف والحنجرة ودخلت في جسم الإنسان وكونت مرض الكوفيد، كل ما كانت المناعة فترتها أكثر، كل ما كان للأسف الأعراض أخطر بالنسبة للشخص نفسه. عشان هيك في هاي الحالات بيقدر يندمج الحالات اللي فيها تركيز كبير من الفيروس اللي دخل في جسم الإنسان أو كمية الفيروس اللي دخلت في جسم الإنسان، إحنا بنشوف بيعملوا مسحتين وثلاثة بعدها وموجود وبعد شهر وشهرين، يعني تبعد كثير من المصابين ومنهم من الجالية المصرية، يعني بعد شهرين عملت لهم مسحة وموجود المسحة إيجابية لأنه دخل عنده كمية فيروس كبيرة. وفي هذه الحالة بيقدر يندمج ويتعايش مع جسم الإنسان. ليش؟ لأنه فترة وجوده في داخل جسم الإنسان أكثر من الفترة اللي دخل فيها مثلا كمية فيروس قليلة وسببت أعراض قليلة أو ما سببتش أعراض. وعشان هيك في حسب رأيي هذا البحث مهم بمتابعته، لأنه بشير إلنا قديش مدة المناعة للشخص بخدها، وفي هاي الحالة بيقدر أزيد من 8 أشهر المناعة اللي بخدها المصاب اللي أصيب في كمية متركز فيها كثير الفيروس اللي دخل في جسمه، لأنه حتى الآن لا نعلم كم هي المناعة للقاحات، في نفس الوقت لا نعلم كم ما هي مدة المناعة بالنسبة لجميع الأشخاص. طيب دكتور فؤاد، في سؤال ربما يطرح اليوم كثيرا فيما يخص هذه السلالة الجديدة التي تم الحديث عنها في والخاصة بكوفيد 19، يعني هل لازالت هذه اللقاحات التي تم تصنيعها مؤخرا قادرة في التأثير على هذه السلالة الجديدة أيضا؟ وأطباء قالوا أنه لو دخلت طفرة على مستقبلات الفيروس كما حدث في السلالة الجديدة، سيكون ربما بعض هذه اللقاحات غير قادر على تأدية مهامه. ما مدى أهمية هذا الطرح وخطورته؟ أولا بالنسبة للنسخات الجديدة، لابد أنه وإذا في عنا اليوم لقاحات وبنتكلم عن 6 لقاحات، لو في هاي الأيام تتكون نسخة جديدة اللي ما كانتش بالسابق، لابد أنه اللقاح بيقدر عنده غير كافي أنه لهاي النسخات الجديدة، لأنه ما انعملش بحث ودراسة عن هاي النسخات الجديدة. ثانيا، إحنا بالسابق ونركز دائما أنه سوف يكون صعب وجود لقاح انه يغدى امين وفعال الى جميع الفئات وضد جميع الاشخاص. يعني في عنا اليوم لقاحات اللي بنقدرش نعطيها للمسنين اللي بعد جيل 60 او 65 أو 70 أو اللي عندهم حساسية. في عنا اليوم أعراض تتكلم عن أعراض أزيد من اللقاح، من الأعراض اللقاح ضد الإنفلونزا، تتكلم عن 25% من الأشخاص اللي أخذوا اللقاحات عندهم أعراض جانبية. أهم شيء الحم، الأمراض المفاصل والعضلات. عشان هيك إحنا لازم أولاً ننتظر يوم بعد يوم مراقبة الأشخاص الذين يأخذون هذه اللقاحات، في نفس الوقت
بالنسبة للنسخات الجديدة إجباري من منظمة الصحة العالمية، كما أعلمت اليوم وامبارح إنها تعلن عن هاي عن صفات هاي النسخة الجديدة، ما خطر هاي النسخة الجديدة وما هي قوة انتشار هاي النسخة الجديدة. في نفس الشيء في أمريكا الجنوبية يتكلمون عن نسخة جديدة، وإذا بيصير نسخات جديدة لازم نشوف اللقاحات، وإذا بتقدر عندها فعالية لهاي النسخات الجديدة. وفي نفس الوقت حسب رأيي إحنا نركز اليوم عن الأعراض الجانبية وعدم أعراض الجانبية، لأنه في عنا حزبين زي ما بنعرف في العالم وفي إيطاليا وفي أمريكا، حزب مع اللقاحات وحزب ضد اللقاحات. تكوين هاي النسخات. نعم دكتور فؤاد، وأنت تتحدث عن أهمية وشدة الأعراض، ربما من أهم أيضا الأشياء التي يجب أن نتحدث عنها دائما ولا ننساها هي البروتوكولات العلاجية التي تحد بشكل أو بآخر من الأعراض وتقلل نسب أعداد الوفيات في العالم. فيما يخص البروتوكولات العلاجية، هل هناك أي تطور من قبل شركات أو توحيد لشكل أيضا البروتوكولات العلاجية في دول عدة؟ هذا السؤال مهم وأشكرك أخت فيروز عليه. ليش؟ لأنه إحنا موجودين اليوم في المستشفيات وفي المراكز الطبية بنعالج اللقاحات، يعني بدينا في الأيام هاي وسوف نعطيها للأشخاص الغير مصابين، والأشخاص المصابين سوف تكون آخر فئة اللي بأخذوا اللقاحات. عشان هيك لازم نركز في النصائح والإرشادات اللي إحنا نعطيها يوميا. في نفس الوقت بالنسبة للبروتوكولات والعلاجات، اليوم فيش ولا شركة أدوية ركزت البحث عن دواء علاج ضد اللقاح ضد الفيروس وضد مرض الكوفيد 19، لأنه فيش عندهم ربح بالنسبة من ناحية مادية. هم بيعتقدوا كل الربح من ناحية مادية هي اللقاحات. ثانيا بالنسبة للبروتوكول في كثير من الدول، وبنشوفه مع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية في 72 دولة وفي الدول العربية والدول الأفريقية، إنه العلاج في البيوت أول 5 أيام وعمل المسحة ليس فورا، نعملها بعد 5 أيام مع الأدوية. في المدة الأخيرة أثبت إنه الأدوية ضد الالتهابات إلها رد فعل إيجابي مهم، إحنا ذكرناه مع تلفزيون إكسترا نيوز. نعم. بأول أيام. نعم. أثبت في آخر أيام الكورتيزون له فعالية كبيرة، في آخر أيام أثبت إنه دواء ضد الملاريا، وفي إيطاليا نفس الإشي كما سبق وتفضلت أيضا دكتور فؤاد وذكرت أن الأسبرين له دور كبير في منع التجلطات التي تنتج كأعراض جانبية عن جائحة أو فيروس كورونا. دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة عبر سكايب.